بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي خصه الله بتوجيه بوحيه وأنزل عليه خير كتبه، وهو القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله من على أمة محمد بأن أنزل عليهم القرآن المبين والحبل المتين والصراط المستقيم والنور المبين، فتكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين منزلا على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال جل الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إخوة الإيمان، كان النبي صلوات الله وسلامه عليه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول فضل تلاوة القرآن. كما يسرنا أن نرحب بضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ عبد الله حسن الراعي، أستاذ العلوم الشرعية في الجامع الكبير بصنعاء. مرحبا بكم وبفضيلة الشيخ. الله يحييكم ويحييهم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حبذا لو أعطيتمونا لمحة عما جاء في المقدمة. ما ذكرتموه في هذا الكتاب المجيء الذي سطر الله به الوصف العظيم بقوله: أول ما استفتح القرآن العظيم في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك. نعم. مع أن ما يؤتى بهذا إلا للبعيد. نعم. ومع أن القرآن متناول لكل عربي، لكن لما كان هذا القرآن هو المهيمن على جميع الكتب. نعم. وعلو مرتبته وعلو أحكامه وما يتعلق به مما يوصل إلى السعادة أتى بهذا. نعم. كما ذكره الإشارة للبعيد. للبعيد كما. نعم. ذكره جار الله في الكشة. نعم. ذلك الكتاب الذي لا يكتنه كنه ولا يعرف وصفه، هو خاص بمن غاص في علم البيان والبديع، أقل العلوم علوم البلاغة. نعم. يعني من كان له ضرس. نعم. يعني في هذا يفهم السر. ولذا حينما نزل بلغة العرب في الأمة التي لا يجارى بالاتفاق وهي قريش. نعم. نزل بلغتهم فأخذ بلبهم إن من البيان لسحرا، حتى كانوا يأتون بالليل خلسة ويسمعون تلاوة الحبيب المصطفى. وذات يوم تصادم يعني الوليد، كدو من أئمة البلاغة. نعم. الوليد من بني مخزو، وكذلك ابن عم عمرو بن الحكم، فقال: ما جاء بك؟ قال: الذي جاء بك. فتعاهدا، قال: إن كلام محمد لا يسحر ويأخذ باللب، فلا نستطيع أن نسمعه، فلو سمعناه لصبأنا، يعني أسلمنا. نعم. والقرآن مغن يعني عن إسراد الفضائل أو الأدل في فضله، فيكفي أنه كلام رب العزة والجلاء. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يكفيه شرفا، لأنه قالوا كل كلام أو الرسالة أو العلم يشرف بمضمونها أو بنسبته إلى صاحبها، فهذا كلام الله. كما قال الحبيب المصطفى: إن كلام الله لا يفضل على كلام البشر كفضلي على أدناكم. كفضله على أدناكم. نعم. و
القرآن ما أنزل الله كما تفضلتم للهداية لهداية البشرية جميعا، أنزله نور حينما يمضي الإنسان في ليلة ظلمة كما صورها في أول سورة البقرة، يكاد البرق يخطف أبصارهم كل نعم يعني لماعظي لهم يخطئ. وهذا نور لا يمكن للإنسان أن يصل إلى دار السعادة إلا بأن يجعله أمامه هادئه كما جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان يعني الزكاة، والصبر ضياء وهنا الشاهد، والقرآن حجة لك إن عملت به أو عليك إذا تركته وراء ظهرك. ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني من العمل. والقرآن كل امرئ يغدو فموبق نفسه حينما يترك القرآن أو مسعدها حينما يعمل بها. نعم، أو يتلو ويدرس القرآن. نعم. طيب شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج فتاوى. نعم فتاوى، أهلا وسهلا. معنا سؤال يا شيخ. تفضل اسأل. السؤال الأول، أخي صدم واحد وقتله يعني مش عم يجب على يبسى مشارك تتابعي. نعم. والسؤال الثاني، ما ننصو الذي يزرعوا جاء المغرب قبل الفطر ويتدلون بالآيات يقولوا قضاء القدر يقولون حالة. طيب. والسؤال الثالث، امرأة بلغت 40 من ولم قد لا فرات الشر وعدت تم ينزل، ما حكمه؟ طيب تابع الإجابة، تفضلوا يا شيخنا. أما من قتل نفسا محرمة يعني سواء كان مسلمه أو غير مسلمه أو ذمية، نعم، من أهل الكتاب، أما النفس ففي قتلها خطأ فيها أمر، نعم، الدية تكون على العاقل إذا لم يكن هناك اعتراف ولا صلح ولا إقرار يقولوا، نعم، بستة، هذا فيما يقابل الدم الدية، نعم. إن أراد الورث أن يأخذوها فلهم ولا عيب في ذلك، وإن أرادوا أن يعفوا فالعفو خير لهم، نعم. وأما الكفار كما نص الله سبحانه وتعالى في سورة هذا النساء أن الصيام يعني لأن ما عبش عتق رقبه، نعم، ما عبش عتق رقبه له أن يصوم شهرين متتاليين. أيوة، يصوم شهرين متتابعا وجوبا، نعم. بعضهم يجي يطعم، لا يصح ذلك لأن الكفار مترتبة على درج لا ينتقل من الدرجة الأولى إلى الثانية إلا عند التعذر، فإذا نعم. تعذر عن العتق لعدم وجودها الآن انتقل إلى الصنف الثاني وهو الصيام، فإذا أراد أن يطعم سألناه هل تصوم رمضان؟ قال نعم، إذن لك القدرة على الصيام، وإنما اختلفت المدة، شهر رمضان إما شهر 30 أو 29، وأما الكفارة فشهران متتابعان، قال الله توبة من الله احمد الله، ولذا قال ذات يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محضر الصحابة رضوان الله عليهم حينما وجد الكعبة قال ما أجلك وما أعظمك، والله لهدمك حجرا حجرا أهون عند الله من هدم بنيان الله قتل المسلم، نعم، من إراقة دم المسلم، لأن الكعبة حجر يمكن نبنيها ونجدته، لكن نعم. الروح إذا انفصلت عن البدن من الذي يعيدها؟ فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، نعم. ومن يقتل يعني مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم إلى آخره. طيب فضيلة الشيخ معنا اتصال. ألو. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ أيوة تفضلي. يعي ذهب واشتري زكي عليه، هل يصح أن أعطي زوجي الزكاة لأنه فقير؟ لم أتبين السؤال، ممكن تعيديه؟ يعي ذهب واشتري زكي عليه، هل يصح أن أعطي زوجي الزكاة لأنه فقير؟ طيب هل لك من سؤال آخر؟ أيوة. طيب تفضلي. أنا دينت امرأة صلاة، نعم. هل يجوز أن أعتبرها من الزكاة أم لا؟ طيب تابعي الإجابة مع فضيلة الشيخ. بقية للسائل الأول فرعا،
نعم تكملها ولا ننتقل؟ لا أكملها. هو بيقول إنه سمع خطيب يقول أن المعاصي بقضاء الله وقدره، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كما قلنا هدى وبينا، فإذا اختلفنا في شيء فيلزمنا أن نرجع إليه. ولذا ذات يوم خرج الإمام علي والناس يخوضون في القدر، فدخل إلى النبي قال أوقد فعلها؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما المخرج؟ قال كتاب الله، لأنه قد اختلطت في كثير من القضايا. فالله بيقول لنا في سورة الأعرى آية محكمة حينما برر المشركون فعلهم قالوا وجدنا آباءنا هنا صحيح، أبعوا الآباء وهذا حج على أنفسهم، هم الذين ضروا أنفسهم، كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه. قال والله أمرنا بها، هنا المحك نسبة الفعل إلى الله. الله سبحانه وتعالى أتى بالجواب القاطع، قالوا وجدنا آباءنا والله أمرنا بها. قل رتن عليهم إن، بعد جملة اسمية مؤكدة، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، بعد زد أكد قل بلى أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا إلى آخره، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما بش في القرآن أمر أبدا بمعصية أبدا. ولذا في الحديث المتفق الذي رواه القدسي عن أبي ذر في آخره ضوي قال يا عبادي هي أعمالكم، من وجد خيرا فليحمد الله لأنه أنزل الكتاب وأرسل الرسل والتالك عاقل والتالك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والقرآن بيقول تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كتاب الله بيننا حكام. والنبي رغب من حذر من المعاصي ورغب في أعمال الخير، لا لهذا لأن طيب فعل الإنسان. هل لكم من تعقيب على السائل الأول؟ هل بقي له من 40 زوجته ولدت وبقيت تم 40، الاتفاق أن أكثر النفاس 40 يوما، فإذا زاد على 40 فلها أن تختصر على الحالف فإنه يعني نزيف. طيب المرأة طيب قبل أن تجيبوا على المرأة نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. برنامج فتاوى. أهلا وسهلا. مسين على الشيخ. تفضل اسأل. قبل واحد مريض وفي أسفر وبيضرب إبرة عضلية في نهار رمضان. نعم. يعني هل يجوز؟ طيب هذا هو السؤال خلاص؟ السلام عليكم. أيوة. طيب تابع الإجابة، أجيب أولا على المرأة. نعم. قالت لها ذهب وتريد أن تعطي زوجها الفقير زكاتها، يجوز ذلك ولا حرج، لأن العكس الذي لا يجوز، المرأة نفقتها على زوجها بالاتفاق. نعم. وبالوجوب. نعم لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا. أما الزوجة فلا يلزمها أن تنفق على زوجها، فإذا كان فقيرا فهو من ضمن الأصناف الثمانية التي يجوز أن تصرف الزكاة فيه. وقالوا الذي لا يجوز في الوالدي، لأن النفق إذا كان فقيري أن يعطي الوالد وجوبا من قوته. نعم. وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. وكذلك الولد والبنت، وأما الإخوان والأخوات والأعمام والأقارب يجوز ويكون له أجر، أجر الصلة وأجر الزكاة. وأما طيب. المرأة التي أقرضت غيرها وحصل لها إعساء وأنظرتها ولم تستطع أن تقضيها، هل تحسب ما عليها من الزكاة؟ يجوز ذلك وجزاه الله خيرا، عليها أن تعلمها. طيب قبل أن تجيبوا على الأخ السائل معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي من بواحد رجل مات. نعم. خلف أخ لأم. نعم. وجده وزوج وأخت لأم. أخ لأم وجد دومة وأخت لأم. أعيدهن، أخ لأم. نعم. وجده. نعم. وزوج وأخت لأم. نعم. هذا يا أخي حاولنا أن احنا نقسمها بطريقة القراريد ما تبرش، فلو سمحت يعني فصلوها أنا يعني كم لكل واحد من. طيب تريد أبي معي أسؤال ثاني. نعم. رجل ارتضع من جدته
يعني جدته أم أبوه. نعم. وأبوه قال إنه يعني يشتي يزوجه ببنت خاله، فهل هذا يجوز أو ما يجوز؟ طيب، يمكنك أن تتابع الإجابة، ولكن فضيلة الشيخ بعد أن تجيبوا على السائل الأول. السائل الأول يقول: هل يجوز للمريض أن يستخدم إبرة عضلية؟ قلنا لا حرج في ذلك. نعم. إذ ليس بطعام ولا شراب، وإنما هو من قسم الدواء. وأما سؤال السائل أن الرجل أو الميت، لأنه اسم جنس يطلق على الرجل والمرأة، نعم، خلف أخا وأختا لأم وجدة وزوج، المسألة هذه يقولوا لها مسألة عو. نعم. مسألة عو، والمسألة إذا صارت عو لا يصح أن نقسمها بالطريقة التارجة في اليمن. نعم. القضية التي مصطلح عليها بين المقسمين في اليمن، إذا مات الميت بنقسم بالقراري، وأصل المسألة من 24 قيراضة. نعم. فها هنا للأخ لأم والأخت لأم، هما بشتفاضل، هذاك للذكر مثل حظ الأنثين، ما يكون لا في العصبات فقط. أما نعم. الأخ والأخت لأم هم من قسم السهاميين، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فالأخ والأخت لأم لهم الثلث ذيها، الثلث نعم. 8 قراري، والجدة سواء كانت أم أو أم أب ليس لها إلا السدس 4 قراري، والزوج معها الناصف 12. إذن هذا ما بش يعني فيها أي شيء تنقسم من دون عو، لأن الثلث للأخ والأخت لأم، والسدس للجدة فوق 8 12. طيب والزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم. 12 و12 24. طيب بالنسبة للأخ والأخت يأخذوا الثلث بالتساوي، بالتساوي للأخ. نعم، لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إنما للأخت للذكر مثل حظ الأنثى، هذا في قسم العصب فقط، وهما البنوة والأبوة والأخوة. نعم. والأخوة لأب أم. إذن لها السدس وله السدس بالسوية. نعم. نعم. أما مسألة الرضاع وهي كثيرة الإيراد، وبعض الناس لا يسأل وقد دخلوا في المحرم، فقالوا هناك يعني بيتان من الشعر يكتبان بالذهب الأحمر. نعم. أقارب ذي الرضاعة بانتساب، معانا مرضعة وهي التي صاحبة اللبن. نعم. ومعانا رضيع، ومعانا زوج المرضعة صاحب اللبن. نعم. صاحب اللبن هنا الغلط بيقع ما بنتبهش للرجل، فهذا نقدر أن الزوجة اسمها عائشة والرضيع اسم محمد، فمحمد ارتضع من عائشة يأتي لكم يعني قاعد مقربة، محمد يصير ابنا لعائشة، ما حرم على أولاد عائشة من الصل يحرم على محمد وأبنائه فقط. نعم، اعتبار أنه هو نعم. الوحيد الذي وزوجها صاحب اللبن أقارب كلهم أقاربه، قال أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقارب ولا تخصيص فيه، فإحنا نقيمه كواحد من أبنائها، ما حرم على أبنائها حرم على وأبناء فقط. أحسن. أما أخ محمد أو أبي ما يتدخلوش. طيب، معنا اتصال فضيلة الشيخ. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفتاوى. أيوة، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ اتفضل اسأل. عندنا واحد جارتنا بتبكي يومين هي حامل، هل هذا يعني هذا يضرها ولا لا؟ لم أتبين السؤال. المرأة حامل. نعم. بتبكي كل يوم. نعم. وهي صايمة، هل يفطر صيامها أو لا؟ طيب، تفضلوا فضيلة الشيخ. خروج القيء من المعدة إلى الفم إلى خارج الفم لا تخلو المسألة. إما لا يضر الصائم إذا لم يرجع. نعم. من الفم إلى المعدة عبر الحل فلا يضر، وأما إذا عاد وإن بكي طعمه في الفم يضمضمض ما يضر. نعم. وإن عاد فأفطر، فإنه يكون قد أفطر. نعم. ويلزمه القضاء. نعم. طيب، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. هل لكم أن تحدثونا عن فضل تلاوة القرآن؟ نعم، هذا القرآن العظيم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صلِّ وسلم، أن من درسه أو تأمله
أو تصفحه لا يخرج منه إلا بأحد أمرين، إما زيادة في هدى أو اتقاء من رداء. اتقاء من رداء، لأنه حينما يتلفظ كما قال الحبيب المصطفى لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. وأما في رمضان فيجعل الله فض النافلة كفض فريضة، وفضل الفريضة بسبعي. فالقرآن هو الصادق المصدق، إما أن يكون شافعا لك إذا صدقته بالأعماء واتبعت هداه وانتهيت عما يقول لك. من أراد أن يخاطب ربه فليقرأ القرآن، فالقرآن نعم من أراد أن يخاطبه، من أراد الدنيا والآخرة فعل بكتاب الله. طيب أقف هنا قليلا فضيلة الشيخ. الآية في سورة المائدة على ما أظن أنه لا يعلم تأويله إلا الله، وتأتي الراسخون في العلم يقولون آمنا به، أم أنها تتبع لفظ الجلالة؟ نعم هذا لها جار الله في الكشة وسعد الدين التفتازاني، يقولوا علماء الدنيا في التفسير اثنان، جار الله وسعد الدين. نعم قال الآية محتملة، فإن وقفنا كما تفضلتهم نعم وبعضهم يفعلوا ميم يعني وقف لازم. فالعلم يكون موقوف على الله، وما لنا إلا ما فهمنا. وبعضهم يقول ليس بلازم لأن هذا القرآن عربي وخاطبنا الله بلغتنا، واللغة العربية إما أن تكون من قسم الحقيقة أو المجال فلا لبس فيها، والعلماء الراسخون يعلمون المعنى. ولذا في آية ولو ردته إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا المسألة بين قولين، قول يقول بل المرد إليه كذا، وقول يقول كذا. وأما في الأحكام الشرعية فالكل متفق أن العلماء الراسخون يفهمونها وقد استنبطوا منها، وهو علم الاستنباط إما يعني حقيقة أو قياسا أو ما إلى ذلك. طيب شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. عدسة كاميرا البرنامج نزلت إلى الشارع واستنبطت كثيرا من أسئلة واهتمامات الناس، حاولت أن تلخصها لنا في الريبورتاج التالي، كونوا معنا. صلاة المرأة مع زوجها جماعة، بس يعني إذا كانوا هي ويا يعني الاثنين فقط. ما حكم من قال لزوجته أنت إذا عملت كذا أنت طالق وعملت، يعني فهل هذه تعتبر طلقة أم لا؟ في يعني معنا ذا الحين وجل، بس تأخروا كرر للساعة 9 العشية، فهل صح يعني التأخير لا بعد المغرب مكتوب في القرآن؟ شكرا جزيلا للإخوة الذين دخلوا معنا في عدسة البرنامج ضمن هذا الريبورتاج، وسأقوم بإعادة قراءة الأسئلة على فضيلة الشيخ سؤالا سؤالا كي نتبين ويستفيد الجميع. السؤال الأول فضيلة الشيخ، تقول السائلة هل تصح صلاة المرأة مع زوجها جماعة إذا كانوا الاثنين فقط؟ صلاة المرأة مع زوجها هو محرمها، نعم، فمن قائل يقول لا بد أن يكون بجانب الرجل رجل وهي خلفه، وبين قائل يقول يجوز وقد وقع في الصدر الأول، وفضل الله فضل واسع خاص له من ذات المحارم كالأبي والأخي والزوج يعني البعض فلا بأس. طيب السؤال الثاني بمعنى أنه يصح لها أن تصلي مع زوجها، نعم، وتصح صلاتهما، نعم. طيب السؤال الثاني يقول ما حكم من قال لزوجته إذا عملت كذا وكذا فأنت طالق وعملت ذلك، فهل تعتبر طلقة أم لا؟ بما أنه أتى باللفظ الصريح للطلاق وعلقه بشرط ووقع الشرط وقع الطلاق، نعم،
باختصار شديد أنه وقع الطلاق ما دامت قد عملت ما نهى عنه. فإن كانت الأولى أو الثانية فله أن يراجعها في مدة العدة. أما إذا كانت الثالثة فلها أن تتزوج زوجا غيره وأن يكون قد دخل بها. نعم. أما إذا علقوا عادوا ولا عقدوا ما بش عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. طيب السؤال الثالث، السائلة تقول: هل يصح أن تتأخر المرأة الموجلة خارج بيتها إلى بعد المغرب؟ الوجل وهي يسموها الإحدى، وهي ترك الزينة مع الوجل وهي انتظارها مدة إن كان عن موت 14 إلى آخره. فقالوا يجوز لها أن تخرج في أقل من ظرفينها، لا تبيت إلا في بيتي، في البيت الذي وجبت فيه العدة، فعليها أن لا يؤذن المغرب ولا يدخل الليل إلا وهي في البيت. إذن لا يصح لها أن تتأخرها حتى إلى المغرب، حتى إلى المغرب إلا لضرورة، فالضرورة مسوغ آخر. طيب شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، ونستقبل هذا الاتصال. ألو. أيوة مرحبا. ما شاء الله لو سمحتوا. اتفضل يا عزيزي. وصلت إلى أرض عديمة الماء. نعم. فتيممت بالتراب. صح. فمسحت وجهي ورأسي ويدي ولم أمسح فمي، أرجو أن تبينوا لي ذلك. طيب هل لك من سؤال آخر؟ الثاني. أدركت الإمام وهو يصلي. نعم. آخر ركعة من الظهر. وركعت، فهل تعتبر صلاتي جماعة مع القوم أم فرادى؟ طيب هل لك من سؤال ثالث؟ لا. طيب شكرا جزيلا لك، يمكنك أن تتابع الإجابة بعد أن نأخذ هذا الاتصال. ألو. ألو. أيوة مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشيس أل فضيلة الشيخ. اتفضلي سألي. رجل طلق زوجته ويريد أن يرجعها، فكيف تكون الرجعة؟ هل عن طريق الزوجة أو عن طريق ولي أمرها؟ بس ولي أمره بعيد في محافظة ثانية. هو في ولي الأمر في محافظة أخرى، يعني بعيد، يبعد عن المكان اللي هم فيه 10 ساعات. طيب يعني. هل من سؤال آخر؟ شكرا الله يحفظك. طيب تابع الإجابة، تفضلوا فضيلة الشيخ. القضية حق التيمم وقعت في الصدر الأول. نعم. حينما كان الخليفة عمر بن الخطاب ومعه عمه. نعم. فلم يجدا ماء، فقال عمر لو ما يوجد. نعم. وعمار تمعر في التراب، فوصل إلى الحبيب المصطفى فأورد عليه السؤال، قال: يا عمار، كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا. نعم. التراب ثم تمسح رأسك كاملا، يقولوا من مقاص الشعر إلى منتهى، يعني الوجه كامل. نعم. وتضرب أخرى وتمسح هكذا، هذا السنة. نعم. ذي. نعم. يفعل بعدها وذي هنا ما يلزم، لا يمسح رأس ولا يمسح رقبه ولا يمسح رجله. نعم. إنما قالوا ينوي ويبسمل ويضرب التراب ويمسح رأسه وجهه ومره. نعم. ويديه، ولكل فريضة تيمم ماشو مثل الوضوء. نعم. لقول ابن عباس: من السنة أن لا يتيمم إلا لفريضة واحدة. هذا السؤال الأول. نعم. أما السؤال الثاني، جاء في آخر ركعة من صلاة الظهر والإمام، يعني في الركعة الأخيرة، لا تخلو المسألة إما أن يأتي والإمام راكع فيلحق الركوع، ويلحق الركوع فهي جماعة، لأن الحبيب المصطفى قال: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا واعتدتوا بها، وإذا جئتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بها. فالعبرة إذا دخل والإمام ما زال بيقرأ القراءة أو حال الركوع، وهذا يلحق بالجماعة، وإلا يلحق ويعيد من جديد. أحسنتم. لكن كثير من الناس يأتي والإمام راكع يقول الله أكبر، ما صح صلاته، بل تكبيرة الإحرام هو منتصب، يقول نعم. الله ثم بالتالي أكبر، الله أكبر، ثم يقول الله أكبر للركوع. نعم. لأن الوقوف كما علم النبي المسيء صلاته أن القيام في حد ذات الركن، والقراءة ركن آخر، فيتسقط القراءة الإمام عن المؤتمين فيلحق بتكبيرة الإحرام بمقدار سبحان الله، ثم يركع يعني بتكبيرة النك.
أما سؤال المرأة، رجل طلق زوجته ويريد أن يردها، الله يقول وبعولتهن يعني الأزواج أحق بردهن في ذلك يعني في مدة العدة، فإذا ردها فله أن يردها ولو كان وليها غائب لأن الحق له، لكن قالوا إن كانت الزوجة باقي عنده فليشعرها، وكل حتى النظر إذا نظرها بشهوة أو قبلها أو لامسها فهو رجعة أو يعني بات معها، إذن بالرجوع أو بالكتابة أو باللفظ أمام شاهده حتى لا يناكر، لأنه إذا ناكره الولي ولم يوصله وليس له شهود فالأصل عدم المراجعة، لأن النبي بيقول على المدعي البينة وقد تمت المدة، فله أن يردها ولو من يعني من دون علم وليها، أو إنما لابد له أن يشهد شاهدين على ذلك، على ذلك إذا كانت يخشى يعني التنافر والتنافر، وأما إذا كانت عنده أو كذا يعلمه في أمان الله. طيب شكرا جزيلا، ومعنا اتصال. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك على الجميع إن شاء الله. في معنا يا أخي سؤال ممكن نسألكم؟ أهلا وسهلا تفضل. ما رأيك أذانين في مسجد واحد في وقت واحد ووقت المغرب؟ نعم. في معنا المؤذن يأذن على الجامع الكبير. نعم. والمؤذن الثاني يقمر حوالي 10 دقائق أو 10 دقائق ويأذن أذان لحاله ويصلوا جماعة لحالهم جماعة ثانية يعني، وأذان في وقت واحد فالفرق غير 10 دقائق. لا حول ولا قوة إلا بالله. تابع الإجابة مع فضيلة الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهذا السؤال مما يندى له جبين كل يمني، إذ أن كل محافظة لها وقت يتبعها الضواحي، فالتقديم على الوقت أو التأخير لا لسبب يدخل الناس في الاختلاف والمشاحنات، وهو من يفعله يدخل في الإثم، وهو الابتداع الذي يجب أن ينهى ويتعاون الناس على نهيه. فالتقديم بالأذان قبل دخول الوقت حرام، وتأخير عن ذلك يوجب الاختلاف. فعلى كل حال كل محافظ لها وقت معلوم يلزم الاقتداء به، وعلى الجهات ذات الإخصاص أن تقوم بواجبها أمام الله. فكل من يعني النبي بيقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر الجاهل تحت قدماي، وإن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن يئس من محقرات ما تحقرون به من الشحناء هذا. نعم. هذا الشحناء بتخدم أعداءنا. وقل لعبادي يقول التي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا في قراءة الكساء فارقوا دينهم. إلى متى؟ أين عقلاء المسلمين يعقلوا عقولهم ويتقوا الله؟ الاختلاف محرم محرم محرم. النبي بذل نفسه وكل ما أوتي حتى جمعنا على قلب قال برجل واحد، فاللازم أن نكون متحدين متآخي المؤمنون والمؤمنات في توادهم وتراحمهم كالبنيان إذا اشتكى كالجسد الواحد. نعم. إذا اشتكى أكثر من دليل، وهذا عقلا الاجتماع فيها القوة، تفشلوا وتذهب ريحكم كم من آيات. فلا يجوز أبدا أبدا أبدا، وعلى العقلاء والجهات ذات الاختصاص أن يقوموا بواجبهم، فهم المسؤولون الأول، والأمان معلق برقابهم. طيب شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. ومعنا اتصال. ألو. أيوة مرحبا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا ثلاثة أسئلة في نسال. ثلاثة أسئلة، حاول أن ترفع صوتك قليلا وتقرأها بتأني. رجل عاد تزوج. نعم. قارب زوجته فهل يتم صيامه ولا ماشي؟ طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني: امرأة أصابتها الجنابة، فهل يلزمها تفك ضفائر شعرها ولا ما؟ طيب والسؤال الثالث. رجل أفطر ناسيا، فهل يتابع صومه ولا يقضي؟ أفطر ماذا؟ ناسي. أيوة. طيب يتابع ثومه ولا يقضي؟ طيب تابع الإجابة تفضلوا يا شيخنا.
أما من قارب زوجته إما أن يقاربها في الليل فلا إشكال ولا حرج له. نعم أحل لكم ليلة التصقيام. نعم. وإن قاربها بالنهار لزمه الاستغفار والندام والتوبة، لأن مجامعة الزوجة في نهار رمضان محرم قطعا، ويلزمه التوبة والقضاء، وأن يكفر ندبا له بإطعام 60 مسكينا. قلنا ندبا لأن الرجل الذي جاء إلى النبي قال هلكت وأهلكت يا رسول الله، فقص على في طويل أنه قارب زوجته، قال اعتق صم شهرا، قال لا صديق، قال أطعم 60 مسكينا، قال والله يا رسول الله ما أجد ما بين لبتي أفقر مني، أعطاه النبي الكفارة، فقال يا رسول الله أنا أضعف، فأمره أن يتناول من بعضها، فأخذوا أنها ندبا، لو كانت على سبيل الوجوب لما جاز للمكفر أن يأكل من كفارته. نعم. أما المرأة التي أصابت الجنابة فهذه المسألة وقعت في عهد الحبيب المصطفى، فإن الجناب للمرأة أو للرجل لا بد من أن يصيب الماء كل البدن وكل الشعر، لقوله بل الشعر وأنقل بشر، فإن تحت كل شعر جنابه، إلا إذا كان الغسل من الحيض أو من النفاس فلا بد من فك الضفائر، التراري بلغتنا. نعم. نعم. أما في الجنابة قالوا يصب الماء ويدلكه لو ما. نعم. يبتل كان المهم أنها لا تفك الضفائر في الجنابة. نعم. ولا بد من إيصال الماء، لا بد من إيصال الماء إلى جذور الشعر. نعم نعم. أما السؤال الثالث، من أفطر ناسيا فقد رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، يعني منهم الناسي، ولذا يعني لا يأثم، وإذا قد تناول شيئا فهو مفطر بلا شك، لكن يلزم له أن يكون مراعيا للحرمة ويواصل صيامه. أحسنتم فضيلة الشيخ. ومعنا اتصال، أهلا وسهلا. أيوة مرحبا. ما رأيكم في من يعطي الزكاة لأخيه وأخته لأنهم فقراء، هل يجوز أم لا؟ طيب الصوت ضعيف، ممكن تعيد السؤال؟ ما رأيكم؟ نعم. من يعطي الزكاة لأخته وأخيه لأنهم فقراء، هل يجوز أم لا؟ والسؤال طيب. الثاني، هل تصح الزكاة لبني هاشم؟ هل تصح الزكاة في ماذا؟ لبني هاشم. طيب يمكنك أن تتابع الإجابة. الله سبحانه وتعالى جعل مصارف الزكاة ثمانية. نعم. إنما وبعد أتاها بحصر والقصر، إنما الصدقات للفقراء، بدأ بهم. بما أن الأخ والأخت من هذا الصنف هم فقراء، فلهذه السائلة أن تدفع زكاة مالها لها لهما، ولها الأجر بذلك صلة وبراءة للذمة بهذا. أما بني هاشم فمنعت منهم لأجل أمر سماوي. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث فقيرا. نعم. لأن الإنسان إذا أتى بالكلام الحلم يعني وإذا به يطلب يستنقصه الناس في أي مكان. نعم. عندما يجعل يعني قضيته لأجل طلب شيء، ولذا قال الله قل لا أسألكم عليه أجرا. فمنع ذرية النبي وهم بنو هاشم من الزكاة لأجل هذا، لكي لا يتهم الحبيب المصطفى، وعوضهم الله بالخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فعوض. فعلى هذا بنو هاشم لا يأخذون، لأنهم والدليل على ذلك أن أخرج النبي التمر من في الحسن وقال كخن كخن. نعم. يعني بعيدة بلغتنا. أيوة. عدو بخاطب مخاطبة الطفل. مخاطبة الطفولة. نعم. نعم. طيب فضيلة الشيخ نعود فنواصل. ورد في الأثر هناك أناس يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم، وضحوا لنا هذا الجانب. هذا سؤال مهم وهو حقيقة، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نعم. هو حينما يتصفح الإنسان ويلوك الكلمة ويصل إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فإذا به ينسى أنه عبد وأن الله جعل له دستور سعى الموظف. طيب. استنادا. طيب. إلى فضيلة الشيخ يمكن أن نؤجل الإجابة على هذا السؤال حتى نأخذ هذا الاتصال ثم نعود فنشبع الموضوع. أهلا وسهلا. ألو. أيوة مرحبا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نقول نسأل. أيوة تفضل اسأل. هل يلزم تغذية الميت بين الرجاء عند غسله والمصطوم أو المكسول في غير المعركة يغسل أم لا؟ وهل قراءة ياسين على الميت جائزة؟ وهل قراءة ياسين على الميت جائزة؟ قراءة ياسين على الميت. طيب. عن الميت. السؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني. نعم. درست أنا في رمضان. نعم. أنا صايم. هل يجوز أذهب على الصوم ولا يلزم القضاء ولا ما؟ طيب. تابع الإجابة. تفضل. جاء في الحديث حينما أكرم الله نبيه في غزوة بدر بالنصر المبين والفتح العظيم قال يا أبي بن خلف يا عتبة ويا شيبة، فتعجب الصحابة حينما كان وهم في القلب يخاطبهم قالوا يا رسول الله أتخاطبهم وقد فصلت أرواح من أبدانهم؟ قال لهم ما أنتم بأسمع منهم وإنهم ليسمعون خفاق نعالكم، وإن الميت لا يتأذى مما يتأذى منه الحي. فعلى هذا وإن كان الميت رجلا بين رجال يجب على المغسل، ويجب أن يكون المغسل عدلا عارفا أن يغطي الرجل من فوق سرته إلى تحت ركبته وجوبا حال تغسيله كما يستر حال حياته. ولذا جاء في الحديث من غسل أخا مسلما له ولم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يفشي ستره غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فتكشيفا ما يجوز ما يجوز ما يجوز. أما الفقرة الثانية، هل يغسل شهيد غير المعركة من هذه الأمة الثماني الشهداء المبضون وجعت بطنه إلى أن مات، والغريق والمهدوم أو إلى أو مثل ما أن بيصطموه أو بيرمع بأي شيء، وإن كانوا في أو المعسرة التي يعني ماتت بسبب الولادة كلهم شهداء ولهم درجة الشهداء. حتى المبطون أيضا، حتى المبطون جاءت فيها الأحاديث. نعم. لكن يغسلوا وجوبا. الذي يترك غسله ما هو إلا شهيد المعركة فقط، أما من سواه صدم وكذا قالوا لكن بينزف، قلنا المكان الذي بينزف يعملوا له كرسف عضب ويغسلوا ما سواه، أما نعم. يتركوا غسلا لا يجوز. طيب معنا اتصال فضيل، الباقية له أسئلة، باقي حق ياسين. طيب نعود فنكملها بعد أن نستقبل هذا الاتصال. مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم نسأل سعة الراعي. تفضلوا اسألوا. السؤال الأول، هل يجوز الصلاة وهو مغزن؟ والسؤال الثاني، رجل مصاب أصابته بجروح في رأسه وهو يخشى الضرر بالغسل فهل يتمم أم لا؟ طيب يمكنك أن تتابع الإجابة، ولكن بعد أن يستكمل فضيلة الشيخ الإجابة على السائل الأول. تفضلوا. قراءة ياسين مما اشتهر وتواتر بين الأمة الإسلامية كلها، والنبي بيقول اقرأوا على موتاكم ياسين، لا حرج في ذلك. وقراءة القرآن من حيث هو كما هو عنوان الحلقة تلاوة، والتلاوة مأجور الإنسان عليها، خاصة جاء في تلاوة ياسين 20 خصلة، ما قرأها خائف إلا أمنه الله، ولا جايع إلا أشبعه الله، ولا لا إلى آخره. في قراءة لا حرج في ذلك. ولا وأنا عندنا الذي هو عندي يصح يقرأها، والذي عند الله يصح لا يعترض، يبقى الناس إخوة لأن الشيطان بداخل بينهم، والذي يريد أن يعترض بيشاقق بين المسلمين، ومشاققة المسلمين حرام 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 على أئمة يعني العلم وأئمة الناس أن يبثوا المحبة والمسامحة بين الناس، ويقول كل واحد للثاني كل مذهب مع دليله وله مرجعه، وكل من صح عند عمل عبادة بين العبد ورب، لا ندخل آدمي وندخل الشحناء بين القلوب. أما الطرش قد تقدم السؤال، إذا لم يرجع في صيام الصحيح. طيب. أما سؤال الأخ الأخي، هل يجوز الصلاة والمصلي مخزن؟ هذا من العجائب. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تناول شربة من لبن وأراد الصلاة قام وتمضمض ليزيل بقايا، مع أن ما بشلت جرم اللبن بعد ازدراده، ما بقى لا طعم فقط، وكان يتمضمض ويلقي الماء الذي يتمضمض به. أما من يقوم للصلاة ومخزن لا يصح، لأن حرف الضاء
هو من المخرج العرضي. نعم. على وماشي من آداب الصلاة ولا من آداب العبد الواقف بين يدي رب العزة والجلال. قيل إن جبرائيل حينما سأل الحبيب المصطفى أن يريه ولقد رآه مرة رآه بستمائة جناح حينما يبقى في مكانه يختضل كما يختضل العصفور من البلل من خوف الله، ثم يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف بهذا الإنسان الذي لا يتأتب بين يدي الله؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ليس هذا من الخشوع. أما السؤال الثاني، رجل مصاب بجروح برأسه ويخشى المضر من استخدام الماء إذا وصل إلى الجروح. الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر. الدين جاء ويضع عنهم يسرهم والأغلال التي كانت عليهم. والقضية وقعت في عهد الحبيب المصطفى حينما أصاب عمرو بن العاص جنابه وترك، ولكن أفتى آخر وكان مصابا بجروح برأسه بأن يغتسل، فاغتسل فما فغضب الحبيب المصطفى قال قتلوا قتلهم الله. هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال؟ كان يكفي أن يغتسل منها هنا، وإن لم يقدر يصب، وإن لم يقدر يمسح، وإن لم يقدر عدل إلى التيمم. فإذا كان يخشى المضر ولو ظنا أو بإشارة طبيب يلزم وجوبا أن يترك الماء، وإذا استعمله ومات فوقات لنفسه. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم. طيب. إن الله كان بكم رحيما. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. ومعنا اتصال. ألو. أيوة مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وأن يغض هذا الشهر الكريم. آمين على الجميع إن شاء الله. أحسنكم في تقديم هذه الفتاوى التي تنفع الإسلام والمسلمين. أحسنت. معك زيد المحضري من العاشة. طيب ارفع صوتك قليلا واقرأ سؤالك بتأني. أيوة. سؤالي بعض الشباب. نعم. بيقبل زوجته أو من هذا القبيل أو أي شيء من المداعبة، فبعدين بيخرج مثل المجي، فهل هذا صوم صحيح أم فيه نوع من الخدش من الصيام؟ طيب هل لك من سؤال آخر؟ السؤال الآخر. نعم. بيأتي بعض الشباب في راعي للأذان حق الفجر عند تسحور بيشرب الماء يراعي ولا بيعمر شجارة ما يبعده إلا بعد ما يكمل الأذى. أنا بنقول لهم أنه صومه هذا باطل، فنرجو منكم الفتية الصحيحة. جزاكم الله خيرا. طيب تابع الإجابة وإياك إن شاء الله. مدابعة الزوجة في نهار رمضان للشاء مكروهة، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. كالراعي يرعى حول الحمى. طيب. نعم. فإذا داعبها أو قبلها أو لامسها حتى لا تخلو المسألة، إما أن يخرج المني الماء الأعظم. نعم. فهنا بالإجماع أنه مفطر نعم. وأما إذا خرج مذي، والمذي هو يخرج لزجا يعني لا قذفا، لأن المني يخرج قذفا. نعم. فهنا لا صيامه صحيح، ويلزم أن يغسل لباسه ويعيد وضوءه. لأن الذي يعني ينقض الوضوء. أيوة. الوضوء لا يبطل الصيام. نعم. إلا إذا خرج المني وهو الماء الأعظم. نعم. قذفا. أما من يشرب الماء بعد أذان الفجر فمن عجائب هذه التاه، إذ أن أذان الفجر هو إعلام بدخول النهار، والنهار هو الوقت الذي يجب علينا أن نمسك فيه شرعا. نعم. فمن شرب بعد دخول النهار فهو مفطر ويلزمه القضاء، فعلى الجميع أن يتأدبوا بآداب الإسلام، يتأدبوا ويجعلوا وقت السحور للإستغفار والإقبال على الله بعد أن يتناولوا ما يكفيهم من الماء والطعام. طيب فضيلة الشيخ، بقي معنا من الوقت حوالي دقيقتين، ما هي الكلمة التي تودون قولها أو الجزيئة التي يمكن أننا تجاوزناها من خلال استقبال الاتصالات الإخوة المشاهدين، يمكن أن تعوضوها أو أن تزيدوا فيها؟ الذي أنصح به إخواني أن هذا الشهر أكرمنا الله فنفعم فيه بالأعمال الصالحات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عليهم أن لا يخلوا أوقاتهم من الذكر، وأن يحيوا مشاعرهم
في قضاء حوائج إخوانهم والسعي فيما يسعد مجتمعهم، وأن نتآخى وأن نتصالح وأن نتحد كلمة وقلبا وقالبا، وأن نؤثر رضا الله على هوى أنفسنا، وأن كل ما يبعدنا من الله نتجنبه في فرصة هذا الشهر، معهم صلاة التسبيح، معهم الاستغفار، معهم يتزودوا الأغنياء، يبذلوا الأموال، أهل الجاه والسلطان يقضوا حوائج الناس، أهل المعاملات ييسروا، كل في عمل يستطيع أن يتقرب من الله، يستطيع من فرج كربة من كرب أخيه المسلم فرج الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. جاء في حديث يعني في لسكرة من سكرات الموت أهون من ألف ضرب بالسيف على الهام. ألا وأدلكم على ما يهون ذلك؟ قضى حاجة المؤمن عند الحاجة، والمشي على الأرملة، والسعي مع المحتاجين والأيتام، وأن تقوم بخدمة مجتمعك، وأن لا تضارر مجتمعك ولا إخوانك ولا أسرتك، وأن تكون عضوا فعالا فيما يسعد الجميع، فإذا عمل ذلك كانوا سعداء دنيا وأخرى. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ عبد الله حسن الراعي، أستاذ العلوم الشرعية بالجامع الكبير بصنعاء، والشكر أيضا لكل الإخوة المشاهدين الذين تابعونا وساهموا معنا وشاركونا هموم وقضايا حلقة هذا اليوم، على أمل إن شاء الله أن نلتقي في حلقة الغد بمشيئة الله. لكم التحية منا جميعا، وهي لكم من زميلي مترجم لغة الإشارة إلى شريحة الصم والبكم عبد الكريم المطري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.